شباب النهارده انه ما نقدرش نوفر لكم فرص عمل بالشكل الكافي. لا، لازم الشباب دول نحطهم في الاولويه الاولى، وعشان كده دايما يعني حتى في برنامج الرئيس اتكلم اول حاجه عن الاستثمار للتشغيل، خلق فرص عمل. الولاد دول ما ينفعش يفضلوا قاعدين كده من غير ما يلاقوا فرص عمل يشتغلوا فيها، ولازم ندربهم عشان يقدروا يلاقوا فرص العمل اللي هم مؤهلين ليها وهكذا. فبالتالي يعني اعتقد انه المواطن بيفكر، بيقول انا شفت الفترة اللي فاتت، بقارن، طيب انا مين اللي حقق لي مصلحتي، ونتيجة التصويت كانت هي الفيصل في هذا. مظهر التصويت، مظهر الانتخابات، حضرتك طبعا متابعة كل اللي بيتقال عن الانتخابات. بعض الدوائر كان فيها تجاوزات، بعض الدوائر مرصودة بالتصوير. في دائرتك الانتخابية، هل يا ترى هناك ملامح تقدر حضرتك تقولي لي كانت ملاحظاتي السلبية والإيجابية؟ على فكرة يعني من يعني الكوتا، مقاعد الكوتا للمرأة هي عن المحافظة بالكامل، ودي كانت من بعض الصعوبات اللي بتواجه المرأة طبعا. يعني صحيح هو نوع من التيسير ان يتحدد لها كوتا، بحيث ان النهاردة البرلمان اللي فات نسبة تمثيل المرأة كانت 2%، البرلمان القادم ان شاء الله هتكون النسبة 12%، يعني نعم. يعني تقريبا 1500% زيادة عن النسبة الماضية طبعا. ولكن المرأة المرشحة على مقعد الفئات أو العمال عن للكوتا المحافظة، كان عليها أنها تغطي المحافظة بالكامل، مش دايرة فالمعركة واحدة. أوسع وأصعب بالظبط. كان يعني في مواجهتك كم مرشح؟ احنا كان عندنا، كان طبعا معايا دكتورة سعاد حسين من العمال، مرشحة على مقعد العمال، وكان في حوالي 5 مرشحات اخريات سواء مستقلين او من مجموعات اخرى. لكن الحقيقة يعني انا كان عندي فرصة ان انا الف المحافظة بالكامل، بورسعيد وبور فؤاد بكل احيائها وبكل دوائرها، واعمل كمان مؤتمرات لباقي مرشحين الدوائر في بورسعيد. نعم. انا الحقيقه يمكن احنا عندنا برضو القناعات سابقه محتاجه انها ان احنا نشتغل عليها. الايجابيات كانت ان الحزب السنه دي الحقيقه وفي الانتخابات دي طور نفسه بشكل ايجابي جدا. اولها انه أحسن ودقق اختيار مرشحيه، وده كان واضح جدا، وأعتقد أنه ده أكبر سبب في النتيجة اللي حققها الحزب في الانتخابات. الحاجة الثانية أنه الآلية نفسها، آلية الاختيار نفسها تطورت عن الآليات السابقة. نعم. وبالتالي كانت بتمر بمراحل متعددة، بدأت بأنه شركة مستقلة هي اللي بتعمل أول استطلاع رأي، استطلاع رأي مبدئي. وانا من ضمن الحاجات اللي كنت دايما بقولها للناس، المرشحين اللي قدامكم مرشحين الحزب الوطني، هم في بورسعيد 8 مقاعد. نعم. فمرشحين الحزب الوطني في ال3 دوائر زائد مقعدي كوتة المرأة كلهم جايين بناء على اختياراتكم انتوا، لانه ده كان استطلاع رأي من نبض الشارع البورسعيدي، سواء بالنسبة للاستطلاع الاولي او بالنسبة للمجمعات الانتخابية. نعم. اللي تمت في الحزب. السلبيات يمكن ان احنا محتاجين، حققنا خطوة ايجابية متطورة اعتقد انها واضحة جدا، انما محتاجين نبني على اللي احنا حققناه، ان احنا نشجع الناس ونعلمهم من الصغر ايضا على الممارسة السياسية، على المشاركة، على انه الحقيقة كانت المشكلة انه ازاي في يعني المعارضة بتبقى اكثر التزاما. صحيح. بأن الناس تروح وتصوت وتمارس حقها الانتخابي، بيعملوا حشد كويس، حشد كويس، وبتبقى كتل ثابتة معروفين بالعدد. بالظبط. إنما يعني في الـ 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 يعني أنصار الحزب الوطني مش بالضرورة أن كل الناس بتروح، ومش بالضرورة أن كل الناس بتشجع أولادها أنها تروح. يعني انا شجعت وكنت يعني حريصه جدا على انه ابني اول سنه ينتخب السنه دي اول مره. بالظبط. انتخب في دايره بورسعيد؟ لا، ما انتخبش في دايره بورسعيد، لانه انتخب مسجل في بالظبط، بس انتخب في القاهره. لانه يعني كل ده بيجي بالممارسه. انتخب الحزب الوطني؟ لا، قلت له شوف كل برنامج كل واحد واختار اللي انت تشوفه صح، اللي انت تشوفه ممكن يحقق لك كناخب مصلحتك ايه،
وراح هو ووالده وكل واحد راح لجنه مختلفه وكل واحد اقتنع بكده. يعني فكره البرامج، يعني حضرتك كنت عامله برنامج وحضرتك داخله ببرنامج الحزب، هل تعتقد ان الناس بتنتخب علشان البرنامج ولا بتنتخب من خلال الكلام واللقاء المباشر او الانتماء الحزبي؟ هو كل دول مع بعض، كل العناصر دي مع بعض. يعني انا البرنامج بتاعي ما كانش برنامج بتاعي، كان برنامج من الناس. يعني انا عارفه قضايا بورسعيد ايه، وعارفه التحديات اللي بتواجهها المدينه والمحافظه، وبالتالي البرنامج كان هذه القضايا، التعامل مع هذه القضايا وهذه التحديات، فهو برنامج الناس في الواقع، ولازم يكون كده في تقديري. الحاجة الثانية انه التواصل مع الشخص المرشح ده مهم جدا، لانه هنا حتة بقى انه الناخب بيقدر يعرف ده كلامه فعلا حقيقي وصادق وقادر على انه ينفذه ولا مجرد دعاية انتخابية. وعشان كده انا قلت يعني مش هعمل اي دعاية انتخابية، وبالفعل انا ما عملت يعني اي حاجة، اي يافطة. حضرتك قدرت الانتخابات بأي شكل؟ شكل غربي، كان عندك فريق عمل وبيعمل دراسات ومختار المناطق وعارف حضرتك مؤثرة فين وغايبة فين، ولا لجأت إلى الأسلوب المصري والقعدة البلدي والكلام الطيب والطبطبة؟ الاثنين مع بعض، الاثنين، لأنه يعني الحقيقة كان أهم حاجة عندي هي التواصل مع، حتى أنا يعني في الاجتماعات الأولية وكده قلت لهم لا يا جماعة أنا عايزة أنزل الشارع، أنا عايزة أتواصل مع الناس. وهنا هي التجربة الحقيقية، ده المحك الحقيقي بقى، ان الالتحام ده مع الناس ده يعني كان الحقيقة يعني بالنسبة لي شيء رائع. حسيتي يا ست الوزيرة انك ما كنتش تعرفي الناس كويس؟ يعني انا الحقيقة اتربيت اني اتواصل مع الناس واحس بمشاكلهم وبقضاياهم، سواء في محيط الاسره او المحيط المجتمع الاصغر، لان بورسعيد محافظه صغيره 600,000 نسمه، الناس كلها بتعرف بعض وهكذا. وانا بطبيعتي يعني بتعاطف مع الاضعف يعني، لكن حسيت ان انا عرفت الناس بطريقة أفضل، بطريقة أقرب، أضافت ليا بلا شك، أضافت ليا على المستوى الشخصي والإنساني، وأضافت ليا كمسؤولة في الحكومة المصرية. حسيت إن أهل بورسعيد كانوا مظلومين؟ هو بورسعيد الحقيقة يمكن يعني أنا بقول لهم كنت في المؤتمرات إن إحنا عاندنا نفسنا سنة 2005 في بورسعيد. حضرتك عارف انتخابات 2005 ست مقاعد كان منهم وطني واحد فقط من الحزب الوطني، والباقي كانوا وفد وإخوان مسلمين. عاندنا نفسنا في 2005، لكن حصل تطور كبير قوي. ده حرم المدينه من حقوق او مزايا يمكن تاخدها لان النواب بتوعها اغلبهم مش وطني؟ لا، هو لانه ما قدروش يوفوا احتياجات المدينه، ما قدروش يقدموا خدمات حقيقيه للمواطن، ما قدروش يوفوا طلبات او يعني يستوفوا القضايا المطروحه بالفعل. محافظة بورسعيد محافظة بتتمتع بموقع جغرافي فريد. صحيح. مفيش مدينة في العالم، وأنا بقول الكلام ده ومسؤولة عنه، مفيش مدينة في العالم تتمتع بالموقع اللي بتتمتع به مدينة بورسعيد. موقع جيوبوليتيكي جغرافي فريد يديها مقومات يعني فريدة من نوعها، سواء في مجالات تصنيع، النهضة الاستثمارية، السياحة، التواصل مع كل العالم. مدينة زي بورسعيد بموقعها ده يجب أن تكون أفضل كثيرا مما هي عليه الآن. مش بس كده، مش بس الأبناء بورسعيد وأبناء المحافظة، يعني كتير جدا حتى الأجانب يقولوا عليها دي منجم ذهب للاقتصاد المصري ككل. بس للأسف
للاسف لغايه النهارده ما استغلناهاش، ده حقيقي. لكن حضرتك عارف انه بدا بالفعل، يعني عندنا مشاريع عملاقه في بورسعيد النهارده، زي ما بنقول انه يعني المنطقه الحره ممتدة لغاية آخر 2012. نعم. وبالتالي لابد أنه يكون في من المشروعات التنموية في بورسعيد اللي تعوض المدينة عن انتهاء المنطقة الحرة بمشروعات تنموية تخلق فرص عمل للناس وللشباب، وبالتالي لا يضار أحد من انتهاء المدينة الحرة في بورسعيد. وأنا كبنت بورسعيد بقول أنه الحقيقة يعني اللي عاش في بورسعيد زمان. أنت عشت فيها قد إيه فن؟ أنا عشت فيها لغاية ما دخلت الجامعة. وبعد كده واتذكر حرب 56 و67 وحرب الاستنزاف، وبعدين كنت متواصله بشكل يعني. عشت مرحله التهجير وكل شيء طبعا عشت. انا كنت بمتحن ثانويه عامه في التهجير، واضطرينا انهم يودونا راس البر عشان نمتحن، وكانت يعني ظروف قاسيه جدا جدا جدا. ويمكن من الحاجات المهمه انه فتره الانتخابات تواكبت مع فترة بيبقى فيها حس عالي جدا من الكرامة والعزة الوطنية في بورسعيد تحديدا، لأنها فترة الأسبوع بتاع 26 ل 27 28 29 نوفمبر. نعم. اللي هو فيه كان ذكرى سقوط أول دفعة مظلات للعدوان الثلاثي للإنجليز والفرنسيين والإسرائيليين على بورسعيد، وخدت عدة أسابيع بمقاومة باسلة من كل أبناء بورسعيد، سواء رجال شباب أطفال شيوخ نساء، كل مواطن في بورسعيد كان بيشترك في هذه المقاومة اللي حمت مصر كلها وزادت عن مصر كلها. فكانت الفترة دي بعدها بعدة أسابيع 23 ديسمبر كان خروج قوات الاحتلال مهزومة هزيمة منكرة، نصر بهر العالم كله. فكان الفترة دي دايما أيضا في بورسعيد أبناء المحافظة بيحسوا في حالة من النشوة بالضبط، والإحساس الحس الوطني العالي. نعم. فالحقيقة في طبعا ميناء شرق بورسعيد النهاردة، ده مشروع عملاق وارتباطه بالنفق تحت قناة السويس، نفق مزدوج مع خط سكة حديد في المنطقة الصناعية جنوب ميناء شرق. أستأذن حضرتك، هنتكلم عن بورسعيد، لدي أسئلة كثيرة. ماذا تحمل الوزيرة الدبلوماسية لأبناء شعب بورسعيد؟ وعايز أعرف انعكاسات الانتخابات في الخارج، حضرتك علاقاتك الخارجية ومع الاتحاد الأوروبي علاقات متشعبة جدا، أكيد حصلت اتصالات هاتفية، كيف يرى الآخرون الانتخابات في مصر وحضرتك كنت بترد عليهم في إيه؟ ولدي العديد من الأسئلة ناخدها بعد الفاصل. فدر. نلتقي بعد الفاصل.